فاطرحها أيها الأخ الكريم، تفضل. الأول عفوا سأجيبك، لكن الأول أغطي بس قصة صالح. أي سؤال يتعلق بصالح عليه السلام وقبيلة ثمود؟ تفضل. النبي صالح عمل إيه؟ قال الله تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا بعد ذلك؟ لم يذكر شيء في كتاب الله إلا أنه تولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نعم. عاد وثمود اقترنوا للقرب الزمني، واقترنت ثمود بفرعون لشدة بأسها. قالت: وللجنات التي كانت فيها والنعيم. قال تعالى في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عفوا، في قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وفرعون وثمود وعاد. نعم. لا بس في آيتين فيهما، آيتان فيهما اقتران عاد بقبيلة عاد بفرعون. لا غير بس. طيب إلا أن يأجلها بس. طيب بسم الله. يقول: فوجئته بخطيب الجمعة يقول إن المسلمين يحبون الكافرين حبا فطريا إنسانيا، ولا مانع من ذلك إلا أن الدين خط أحمر. لا، لعل الخطيب يقول إن الشخص قد يحب زوجته النصرانية حبا جبليا، لا يحبها حبا شرعيا، لا يحبها لدينها، إنما يحبها لجمالها. فهذا الحب الفطري الجبلي قد يتجاوز فيه، لكن مع كراهيتك لدينه. أما الإصطلاح الشائع الدين خط أحمر، مش خط أحمر وخط أسود، كلها إصطلاحات محدثة جاءنا من الغرب. ما في شيء اسمه خط أحمر. أنت هتنزل خطوط المرور على الدين. الدين أجل من أن يوصف بذلك، أجل من أن يوصف بذلك. يقول السائل: لي بن أختان من الأب، وكان أبي رحمه الله يمتلك أراضي زراعية تابعة للإصلاح الزراعي، وتوفي أبي عند تقسيم الأرض طلبوا بالميراث بقانون يسمى البحث في الإصلاح الزراعي، أن يأخذ المبحوث أضعاف أضعاف الغير مبحوث، حتى وإن كان الغير مبحوث ولد المبحوث. المبحوث هو الذي يأخذ وغيره لا يأخذ. يعني في أحيانا كان الإصلاح الزراعي يعطي الأب قطعة أرض بعد عمل بحث، ويعطي الابن الموجود يبحث في حال الابن الموجود ويعطيه أيضا أرضا، فالولد يسمى مبحوث. فإذا ولد ولد آخر لا يأخذ شيئا. فهل المال الذي أتى من الإصلاح الزراعي، الأرض التي أتت من الإصلاح الزراعي للابن، تقسم على سائر الأبناء أم للأب فقط؟ الظاهر أنها للأب فقط، والله أعلم. أنها للمبحوث فقط، والله أعلم. ماذا عندك يا أخي الكريم من السؤال؟ هل يجوز الاستعانة؟ أيوة. هل يجوز استعانة المسلم بالكافر في مواجهة العدو؟ في تفصيل لابد من إضافة فيه. لمواجهة العدو المسلم أو الكافر؟ في عدو مسلم وفي عدو كافر، في فئة باغية مسلمة وفي فئة باغية كافرة. فأولا، هل يجوز الاستعانة بالكافرين على الكافرين ضد الكافرين؟ مسألة خلاف، والأظهر أنها تنبني على نظر ولاة الأمر، هم الذين يقيمون المسألة. وقد وردت أدلة في الطرفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك، لما جاء رجل يقول: أريد أن أجاهد معك يا رسول الله.
هذا في معرض المنع. ورد في معرض الإباحة أن النبي تحالف مع خزاعة، قبيلة خزاعة ضد مشركي قريش، وتحالف مع يهود بني قريظة ضد مشركي قريش يوم الأحزاب، وقال ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. واستعان النبي برجل من بني عبد الديل كافرا هاديا خريتا أثناء رحلة الهجرة. فهذه بعض استدلالات المجوزين. واستدلالات المانعين: إنا لنستعين بمشرك، أجيب عليه بأنها كانت واقعة حال، لكن التقعيد يقول تبعا لحالة المسلمين. واستدل أيضا بحديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أما استعانة المسلمين ضد الفئة الباغية المسلمة بكفار، يعني مسلم يواجه فئة باغية ولا يستطيع أن يدفعها، والفئة الباغية هي مسلمة لكن ظالمة وقاتلة وستقتلني، فهنا أيضا بعض التفصيل. بعض التفصيل: إذا كنت ستقتل قتلا محققا، يعني الهجوم جاي عليك أنت، فلك أن تصده بما لا يحدث مفسدة أعظم. لكن إذا كنت أنت الذي ستهجم على الفئة الباغية، إذا كنت أنت الذي ستهجم، هنا مقامان: مقام هجوم الفئة الباغية عليك في بلدك وأنها ستستحل دمك، ستستحل دمك، وليس لك حيلة إلا أن تستعين بمجرم لصدهم عنك. ففي هذه الحال جوز بعض العلماء ذلك دفعا للشر. لكن إذا كنت أنت الذي ستهجم على الفئة الباغية، فالإمام الشافعي يمنع في هذه الحال ويقول لا يستعان بالكفار لقتال الفئة الباغية المسلمة، ولا يستعان بمسلم يرى جواز الإجهاز على جريح الفئة الباغية أو جواز اتباع مدبرهم إلا إذا كانت شوكته الأقوى. كلام واضح؟ يعني تعرف أن الخوارج إذا قاتلوا المسلمين وتمكننا منهم لهم أحكام لا يجهز على جريحهم، يعني في واحد مجروح ما كملش عليه واذبحه، وإذا واحد هرب لا أتبعه. ده الذي صنعه علي مع الخوارج، فيقول لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم. فالشافعي يقول، أنا فصلت لك في مقامات: مقام الفئة الباغية الهاجمة علينا، ومقام أنا الذي أهجم على الفئة الباغية لرد صولتهم. سأخلص سؤالي بس. فإذا كانت الفئة الباغية بإمكاني أن أتصرف أنا معها أتصرف، لكن لا أستعين بكفار لصدهم لأنهم لا أستعين بكفار للهجوم عليهم لأنهم قد لا يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، الكفار لن يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، ولا أستعين بمسلم أيضا من المسلمين الذين يرون أنه يجوز الإجهاز على جريحهم أو اتباع مدبرهم إلا إذا كانت لي الغلبة قدرة على التحكم في المسائل. نعم، ماذا عندك؟ لا، نتكلم كلام إجمالي الآن. أما ما صورة البغي، نتكلم على صورة البغي الذي هو القتال، صورة البغي الذي التفاصيل واسعة جدا. أنا بس جاوبت على قدر سؤال الأخ، ولهذا يحتاج إلى محاضرة موسعة جدا لهذا الباب، إنما أجبت إجابة مقتضبة جدا في هذا الباب. إيه؟ يوجد إيه؟ في أمثلة كثيرة جدا طبعا. أنت ما لك اتجاه ولا حاجة ولا إيه؟ أنا عايز أضبط برضو الأمور يعني. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.